السلام عليكم ورحمة الله. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة شعبة الأدبية 2020، لقاء جديد ومدرسة على الهواء بنواصل فيها دراسة الجغرافيا السياسية، وإن شاء الله دائما معنا الجغرافيا سهل. أبناؤنا الأعزاء، وصلنا إلى الدرس الثاني في الوحدة الثالثة، وهو درس الأحلاف العسكرية. وإن كنا تحدثنا عن التكتلات الاقتصادية وعلمنا أنها ظاهرة حديثة ظهرت في النص الثاني من القرن العشرين، فأن الأحلاف العسكرية هي عكس ذلك. الأحلاف العسكرية قديمة قدم التاريخ، الأحلاف العسكرية قديمة مثل اكتشاف النار، يعني قديمة لأبعد مدى. شهد التاريخ تحالفات عسكرية عديدة، ووصلنا منها إلى تحالفات في العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة. خدت التكتلات او الاحلاف العسكريه فيها خدت شكل تاني خالص. بس احنا قبل ما نتكلم عن الاحلاف العسكريه عايزين نشوف فيلم بيوضح مدى قوه الاحلاف العسكريه ومدى يعني سيطرتها على بقاع عديده من خريطه العالم. نشوف مع بعضينا الفيلم اللي بيوضح القوه العسكريه. هي ظاهره قديمة زي ما اتفقنا، اتسع يعني دخول الدول في الأحلاف العسكرية نتيجة عدة عوامل، منها طبعا ان بعض الدول كانت تلجأ الى نوع من انواع التسليح المنفرد، مما يشكل يعني دفعة او يشكل ضغط على موارد الدولة، فرأت ان الالتجاء الى حلف عسكري هذا يعني يخفف من استنزاف موارد الدولة. وبنشوف مع بعضينا أول عبارة، وهناخد العبارات دي وناخد عليها أسئلة زي ما اتفقنا، ونوضح فكرة على كل قطعة من قطع الدرس. نبدأ بالقطعة الأولى، بنقول الأحلاف العسكرية قديمة قدم التاريخ، وشهد العالم على مر العصور صور مختلفة من الأحلاف العسكرية، وزاد انتشار الأحلاف واتسع نطاق الدول التي تشترك فيها، بحيث أصبحت أحد المعالم الرئيسية لتوازن القوى المعاصرة. وهذا يرجع إلى زيادة الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يسمى بالحرب الباردة، بين المعسكرين الشرقي والغربي. وطبعا احنا عرفنا ان كان ما بينهم صراع ايديولوجي فكري، هذا يروج لفكرة الرأسمالية المعسكر الغربي، والآخر المعسكر الشرقي يروج لفكرة الاشتراكية. طيب العبارة دي ممكن احنا نضع عليها فكرة سؤال عامل ازاي؟ تعالوا نشوف السؤال قدامنا اللي احنا هنشوفه على الشاشة. بيقول اتسع نطاق الدخول في الأحلاف العسكرية نتيجة، اتسع نطاق الدخول في الأحلاف العسكرية نتيجة التطور الصناعي الأوروبية، التطور العلمي والتكنولوجي، ظهور أزمات في الشرق الأوسط. احنا لسه قايلين أن زيادة الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية هي التي أدت بين المعسكرين الشرق والغربي، هي التي أدت إلى اتساع نطاق الأحلاف العسكرية. يبقى هذا ممثل في كلمة إيه يا أولاد؟ في كلمة الخلاف الأيديولوجي العالمي. يبقى احنا عندنا هنا الخلاف الأيديولوجي العالمي أو الفكري ما بين فكر الرأسمالية وفكر الاشتراكية، وما تبع ذلك من حرب باردة، هما اللذين أدى إلى اتساع نطاق الأحلاف العسكرية في العالم. دي أول فكرة. طيب هل الفكرة دي ممكن تيجي في سؤال تاني، أو القطعة دي ممكن تيجي في سؤال تاني؟ تعالوا نشوف برضو سؤال آخر على نفس القطعة. بيقول إيه؟ ترتب على حدوث نزاعات غير مسلحة بين الدول في النص الثاني من القرن العشرين إلى الاتجاه نحو، خلي بالك هنا بيقول إيه؟ نزاعات غير مسلحة. عارفين كلمة نزاعات غير مسلحة بين الدول في النصف الثاني؟ يعني المقصود إيه بالكلمة دي نزاعات غير مسلحة؟ المقصود بها هنا الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي
ويتزعم الاتحاد السوفيتي سابقا وفكره الاشتراكي والغربي، وتتزعم الولايات المتحدة بفكرها الرأسمالي. يبقى هذه الحرب الباردة أو النزاعات الغير مسلحة في النص الثاني من القرن العشرين أدت إلى الاتجاه إلى قلة الإنفاق العسكري؟ لا، أنا شايف إن زيادة الإنفاق العسكري. تكوين التكتلات الاقتصادية؟ لا، ما كانش ليها علاقة. طيب إنشاء عصبة الأمم؟ يعني برضو يعني سبب ضعيف جدا. تكوين الأحلاف العسكرية، يبقى النزاعات المسلحة دي أدت إلى تكوين الأحلاف العسكرية، وده اللي احنا ترجمناه هنا أولاد بكلمة زيادة حدة الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكرين الشرقي والغربي، وده أدى إلى تكوين الأحلاف العسكرية بدءا بالناتو اللي هو ممثل الكتلة الغربية، ثم وارسو الممثل للكتلة الشرقية. طيب يبقى دي أول عبارة لينا على أو أول أسئلة ممكن نتكلم فيها على موضوع الأحلاف العسكرية. طيب تعالوا نشوف بقى تعريف الأحلاف العسكرية إيه. بيقول المقصود بالأحلاف العسكرية هنا اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها في مجال الاستخدام المشترك لقدراتها العسكرية ضد دولة أو مجموعة دول، كما تلتزم هذه الدول الموقعة على هذا الاتفاق باستخدام القوة أو التشاور باستخدامها في ظروف معينة. يبقى احنا عندنا هنا في التعريف ده يا أولاد اكتشفنا فيه أن الأحلاف العسكرية هي تعاون في مجال استخدام القدرة العسكرية. تمام، وده اختلف عن تعريف التكتلات الاقتصادية، يبقى أنا لازم أعرف المفهومين دول وأبقى مركز فيهم كويس. طيب ولكن وجدنا أن الأحلاف العسكرية التي بدأت تنتشر على خريطة العالم زي ما شفنا كده، وبنتكلم بنقول أن عندنا حلف الناتو وحلف وارسو، وطبعا حلف وارسو تم حل، وكانت هناك أحلاف أخرى عديدة موجودة، وإحنا قلنا الأحلاف قديمة. وجدنا أن هناك قاسما مشتركا بين التكتلات الاقتصادية والأحلاف، ما احنا لازم نقارن بينهم. تعالوا نشوف عندنا هنا موضوع القاسم المشترك ايه ما بين الأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية، وده بيعبر عنه السؤال الآتي. تعالوا نشوف السؤال بيقول ايه. يعد القاسم المشترك بين تشابه الأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية، هل هنا قابلية الظهور والاختفاء على خريطة العالم؟ طيب نسيب العامل ده، أقدمية الانتشار على الخريطة السياسية؟ لا، ما احنا قلنا الأحلاف عبارة عن مظهر من المظاهر اللي وجدت قديما على خريطة العالم، بينما التكتلات حديثة. طيب رقم جيم، عدد الدول المنضمة، مش شرط يعني بتتفاوت عدد الدول في التكتلات ودول الأحلاف حسب الدول اللي هي تستوفي شروط الانضمام. تركز وجودهم في الدول الغنية، برضو مش شرط، هناك تكتلات تضم دول فقيرة، هناك دول فقيرة ونامية تنضم إلى بعض الأحلاف العسكرية، هذا ليس شرطا. طيب نقول بقى رقم ألف، قابلية الظهور والاختفاء على خريطة العالم. نعم، احنا قلنا ايه يا اولاد، السمة المميزة لخريطة العالم ليس الثبات، يعني لا تتميز بالثبات بل الحركة، واحنا قلنا انها يعني شبهها راتزل بصراع بين كائنات، فشبه الدول هنا بانها كائنات، وهناك صراع لتحديد حدود تلك الكائنات، مما ادى الى تغير خريطة العالم اكتر من مرة. يبقى لما نتكلم على الأحلاف العسكرية والتكتلات، هي لها ظهور ولا اختفاء مثل الدول، يعني لها برضو هنا ايه قابلية في الظهور والاختفاء على خريطة العالم. انا مش لسه قايل ان في أحلاف كانت موجودة واختفت من على خريطة العالم؟ يبقى احنا بنتكلم بنقول ايه، ان التكتلات تظهر وتختفي من خريطة العالم، والأحلاف العسكرية تظهر وتختفي من خريطة العالم. إذن القاسم المشترك بين الأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية، القاسم المشترك بين الأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية إيه هو؟ قابلية الظهور والاختفاء من على خريطة العالم.
ده من ضمن الأفكار اللي احنا بناخدها على قطع الدرس المختلفة واحنا بنشرح قطع قطع. تعالوا نرجع تاني بقى للشاشة ونشوف احنا بنقول ايه في الأحلاف العسكرية. وصلنا لأهداف الأحلاف العسكرية. بالنسبة للأهداف، ردع الأعداء، يعني هنا يا أولاد مش هنقول صد الأعداء، ما احنا صد الأعداء ده في حالة الاعتداء، لكن احنا بنقول ردع العدو. معناها ان انا بأسكت فكرة هجوم هذا العدو قبل ان تبدأ، يعني بسكتها في دماغه قبل ما تبدأ، بان انا بوري له مدى القوة بتاعتي، مدى الأسلحة زي ما شفنا في الفيلم، بستعرض الأسلحة بتاعتي، بعمل له مناورات، بوري له إمكاناتي العسكرية، فأسكت لديه فكرة الهجوم. هذا ردع للعدو، تمام؟ يعني بيختلف عن صد العدو، لأن الصد ده في حالة الاعتداء المباشر، يبقى هنا ردع العدو، ويكون هدفا للأهداف للأحلاف العسكرية التي تنشأ هنا بدافع الخوف من خطر مشترك يهدد الدول المتحالفة دفاعا عن كيانها الإقليمي وحماية لأمنها القومي. هناك العديد من الأحلاف يا أولاد قامت بهذا السبب لردع العدو. من ضمن الأهداف أيضا زيادة القوة، حيث تسعى الدول إلى زيادة قوتها من خلال التحالف كبديل لسياسة التسلح المنفرد. وما عيب سياسة التسلح المنفرد؟ هي تستنزف موارد اقتصادية هائلة للبلاد، يعني بدل ما اعمل تسليح منفرد يكون من نواتجه استنزاف مواردي، ادخل في تحالف بيكون إمكانية الانتاج للسلاح هنا اوفر بالنسبة لي او متوافر، مثل ما حدث بين دول اوروبا التي كانت في حالة نهضة اقتصادية ولم تستطع ان تنتج سلاحا بمفردها، ولذلك لجأت للولايات المتحدة الأمريكية لتكوين تحالف اللي هو حلف شمال الأطلسي المعروف باسم الناتو، وهو موجود لحد النهاردة. طيب لما نيجي نتكلم هنا أولاد على الدول التي هي أكثر احتياجا للدخول في تحالفات عسكرية، دي فكرة بيناقشها السؤال الآتي قدامنا. تعالوا نشوف السؤال بيقول إيه. أي من السمات التالية تجعل الدولة أكثر احتياجا للدخول في تحالفات عسكرية؟ تعالوا بقى إيه نستبعد إجابات. صغيرة المساحة يبقى فعلا في احتياج للدخول لتحالفات. ذات طابع جبلي، لا الطابع الجبلي بيديها حصانة، يبقى رقم واحد هنا أو ألف مش شغال معانا. مرتفعة الكثافة السكانية وصغيرة المساحة. مرتفعة الكثافة عندها قوة بشرية، والقوة البشرية قلنا يا أولاد إن هي من ضمن أسباب قوة الدولة، لا رقم ب مش شغال. مندمجة الشكل وذات طابع سهلي، ده أنا بتكلم عن اندماج الشكل والطابع السهلي، والاندماج هنا بيسهل الدفاع عن الدولة وبيجعل الدفاع عن الدولة شكل من أشكال قوة الدولة المميز بها هذا الشكل. طيب صغيرة المساحة، لا محتاجة كده إيه قوة عسكرية، تحالف عسكري، وكمان مفتقدة للقوة الديموغرافية. يعني أنا ممكن أشيل كلمة مفتقدة للقوة الديموغرافية دي وأكتب مكانها كلمة معبرة أخرى، أقول إيه قليلة السكان. تمام كده، أنا بدي لك العبارات اللي ممكن نستخدم فيها يعني إيه التغيير. أقول أنها ضعيفة ديموغرافيا، صغيرة المساحة ضعيفة ديموغرافيا، زي ما أقول صغيرة المساحة قليلة السكان. هذه العوامل كلها تؤدي إلى احتياج الدولة وضرورة دخولها في تحالف عسكري، مثلما تفعل بعض دول الخليج، صح كده يا أولاد؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على أهداف الأحلاف العسكرية، وعندنا البند رقم 2 اللي بيقول زيادة القوة، حيث تسعى الدولة لزيادة قوتها من خلال سياسة التحالف كبديل لسياسة التسلح المنفرد التي تستنزف موارد اقتصادية. طيب عايزين بقى ناخد سؤال يناقش الفكرة دي. تعال بص على السؤال اللي قدامنا بيقول ايه. زيادة القوة من خلال سياسة التحالف، زيادة القوة من خلال سياسة التحالف العسكري تؤدي إلى، تعالوا ناخد من تحت كده الإجابات، الانهماك في سباق التسلح عالميا.
زيادة القوة من التحالف العسكري الانهماك في سباق التسلح يعني حاجة ضعيفة. وجود الحروب بين الأحلاف العسكرية، لا مش شرط. استنزاف موارد دول الأعضاء بالعكس، يعني أنا بقول زيادة القوة لما أخش في تحالف عسكري تستنزف موارد الدول الأعضاء، لا ده أنا بحافظ على الموارد. يبقى رقم ألف يا ولاد الحفاظ على الموارد الاقتصادية، زي ما احنا قلنا اهو، زيادة القوة بالابتعاد عن التسلح المنفرد. العلاقة بين التسلح المنفرد واستنزاف موارد الدولة هي علاقة ارتباط. إذا اتبعنا التسلح المنفرد تستنزف موارد الدولة، إذا دخلنا في تحالفات عسكرية يكون فيها الحفاظ على موارد الدولة لتجنب إيه؟ التسلح المنفرد. يبقى تعالى ناخد السؤال بتاعنا، الإجابة بتاعتنا بتكون إيه؟ تعالى نشوف هنا أهو، الحفاظ على موارد الدولة الاقتصادية. هذا هو من مميزات التحالفات أو اشتراك الدول في تحالفات عسكرية. ننتقل إلى الشاشة مرة أخرى وبنكمل في الأهداف. عندي الهدف الثالث، تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، حماية المصالح وتنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. يعني شوف احنا بنتكلم على انه للأحلاف العسكرية بعض الوظائف اهو، تنمية تعاون اقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء. طيب التحالفات العسكرية دي يا أولاد أدت لتغيرات في موازين القوة. أهداف الأحلاف العسكرية اللي احنا شايفينها دي مؤداها أنها تغير في توازن القوة في مناطق التحالفات العسكرية. طيب الفكرة دي تعالوا نربطها بتخيل عربي. شوف السؤال بقى بيقول إيه عندك هنا؟ تعال نشوف السؤال ده في تطبيق أهو. إذا استطاعت الدول العربية تكوين حلف عسكري واحد فإن ذلك سوف يؤدي إلى حفظ توازن القوى في الشرق الأوسط، انهماك الدول العربية في سباق التسلح، زيادة ميزانيات القوى العسكرية، زيادة مساحات الدول العربية. أنا شايف زيادة مساحات الدول العربية ملهاش أي لازمة هنا يعني. طيب زيادة ميزانيات القوى العسكرية، لا بالعكس، الحلف العسكري هيوفر في ميزانيات الدول لأن احنا قلنا بيجنبنا استنزاف الموارد والتسلح المنفرد. انهماك الدول العربية في سباق التسلح، مش شرط يكون عندي حلف عسكري ان انا لازم ابقى في سباق تسلح. حفظ توازن القوى في الشرق الأوسط، ايوه هو ده. لما يكون عندي حلف عسكري في الشرق الأوسط عربي يحفظ توازن القوى في الشرق الأوسط وهو منطقة الدول العربية. أنا مش بقول لك حفظ التوازن في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا، أنا بقول لك في منطقتنا العربية. إذا كانت الدول العربية تمتلك قوة حلف عسكري فإن هذا يؤدي إلى حفظ التوازن، خاصة أنه يحيط بالوطن العربي قوة إقليمية أخرى قد تكون معادية أو منافسة في وقت من الأوقات للدول العربية. تمام كده، يبقى احنا عندنا هنا أولاد الأهداف واضحة، وخدنا من الأهداف دي كده ما يتناسب مع الأفكار بتاعتنا. ننتقل إلى أمثلة لهذه الأحلاف العسكرية. المثال أو الأمثلة للأحلاف، هناك بعض الأحلاف تم حلها مثل حلف وارسو، وهو حلف الكتلة الشرقية التي كانت تزعمها الاتحاد السوفيتي سابقا ودول أوروبا الشرقية. الحلف المركزي كان يوجد في آسيا وبعض الدول الأوروبية. حلف جنوب شرق آسيا. طيب الأحلاف دي أحلاف تم حلها، وهناك أحلاف ما زالت قائمة. شمال الأطلسي المعروف باسم حلف الناتو. طب احنا لو احنا عندنا دلوقتي خريطة للأحلاف العسكرية بتوضح لنا بقى دول حلف وارسو الموجودة اهو في أوروبا الشرقية وآسيا ممثلة في الاتحاد السوفيتي سابقا. دول الحلف المركزي، دول الحلف المركزي هنا هي الموجودة في جنوب غرب آسيا مع وجود طبعا إنجلترا.
دول الحلف المركزي وحلف جنوب شرق آسيا. يعني هنا بعض الدول في حلف جنوب شرق آسيا وكانت في الحلف المركزي، باكستان وإنجلترا، وعندي دول حلف جنوب شرق آسيا كان يشارك فيها أيضا استراليا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات. يبقى احنا عندنا هنا الأحلاف اهي مالت خريطة العالم. طيب انت بتتساءل فين هنا حلف وارسو اللي احنا بنتكلم عليه؟ حلف وارسو في الخريطة اللي جاي. تعال نشوف حلف وارسو فين بقى. حلف الناتو، حلف الناتو او شمال الاطلسي، احنا عملنا له خريطة لوحده عشان الدول بتاعته كتيرة قوي يا اولاد، موجودة في اماكن كتيرة في اوروبا، تمام، وعندنا امريكا الشمالية وضمت اليه تركيا من اسيا الصغرى. يعني انا بتكلم على مساحة كبيرة جدا من التكتلات او الاحلاف العسكرية تملأ خريطة العالم. نعود مرة اخرى الى الاسئلة بتاعتنا. احنا بنتكلم على الاحلاف العسكرية، بنبدأ بقى اولاد بحلف هنا اسمه حلف شمال الاطلسي وحلف الناتو. تعالوا نتكلم عليه. بيقول ده اهم الاحلاف العسكريه الموجوده على الساحه العالميه، وطبعا لانه لازال قائما بالفعل، واحنا شفنا في بدايه الحلقه فيلم بيناقش هذا الحلف. طيب بعد كده بيقول لي ايه نشاته. نشاه حلف الناتو يا اولاد كان نتيجه حصار الاتحاد السوفيتي سابقا لبرلين الغربيه سنه 1948. شدد الاتحاد السوفيتي حصاره لبرلين الغربية وأنشئ الحلف بميثاق تم توقيعه في واشنطن لخشية الدول الأوروبية على نفسها بعد حصار برلين الغربية، فذهبت إلى الولايات المتحدة. وقعت في واشنطن في إبريل سنة 49 ميثاق الحلف ومقر بروكسي العاصمة بلجيكا، وهي مقر للحلف. وكان دوره في فترة التأسيس الدفاع عن دول أوروبا الغربية. يعني كان دوره الدفاع عن أوروبا الغربية ضد الاتحاد السوفيتي والدول المشكلة لحلف وارسو فيما بعد. أقول تاني، كان دوره في مرحلة التأسيس الدفاع عن أوروبا الغربية ضد الاتحاد السوفيتي والدول المشكلة لحلف وارسو فيما بعد، التي شكلت حلف وارسو بعدين يعني. طيب يبقى احنا قلنا ايه دوره؟ ان هو يقف قدام اعتداءات الاتحاد السوفيتي ودول شرق اوروبا ويحمي دول غرب اوروبا، صح الكلام ده؟ طيب تعال نشوف بقى السؤال اللي بيناقش الفكرة دي. ننقل على السؤال بتاعنا، بيقول ايه؟ تمثل الهدف الرئيسي لحلف الناتو عند تأسيسه في تسوية النزاعات، وهي احد اهداف الاحلاف تسوية النزاعات بالطرق السلمية. لا انا ما قلتش كده. زيادة القوة، يعني حاجة ضعيفة. رادع الاعداء، لا نسيبها بعدين. تعال بقى لحماية المصالح المشتركة، وهي من ضمن اهداف الاحلاف. لا انا لسه قايل ايه، تعال نرجع تاني للعبارة بتاعتنا اللي منقولة من كتاب المدرسة. بيقول كان دوره في فترة التأسيس الدفاع عن أوروبا ضد الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسو المشكلة له فيما بعد. يبقى ردع الأعداء، صح كده يا أولاد؟ تعال نرجع بقى للسؤال بتاعنا تاني. بيقول السؤال، بص عندنا الإجابة. يبقى الهدف الرئيسي لحلف الناتو عند تأسيسه كان ايه؟ ردع الاعداء. المعنى بتاع مهمة الدفاع عن اوروبا ضد الاتحاد السوفيتي والدول المشكلة لحلف وارسو فيما بعد ذلك. يبقى انا عندي الاجابة هنا يا اولاد، اهي ردع الاعداء ده الهدف عند التأسيس. خلي بالك عند تأسيسه، لان بعد كده اصبح بقى ليه اهداف تانية وغير اهدافه بعد سقوط حلف وارسو وحاجات كده كتيرة يعني. طيب تعال نشوف بعد كده ماذا حدث. الدول الموقعة كانت 12 دولة: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، أيسلندا، إيطاليا، النرويج، كندا، البرتغال، ثم انضمت إليه تركيا واليونان في سنة 52، ثم ألمانيا الغربية سنة 55،
وكان الانضمام ألمانيا الغربية مفاجأة أو دوي كده، لأن هي إيه سببت نشأة حلف تاني. يعني أنا بعتبر ألمانيا دي تسببت في نشأة حلفين، حينما حاصرها الاتحاد السوفيتي في 48 نشأ حلف الناتو، حينما انضمت ألمانيا الغربية للمعسكر الغربي وحلف الناتو نشأ حلف وارسو. هنشوف الأحداث هتقول لنا إيه، لكن إحنا بنقول إيه بقى يا أولاد؟ بنقول إن مع انهيار الاتحاد السوفيتي، إحنا بنسبق الأحداث أهو كده كمان، وإلغاء الهيكل العسكري له المسمى حلف وارسو سنة 91، بدأ زعماء حلف الناتو اللي شمال الأطلسي تتزعم الولايات المتحدة يعيدوا النظر في استراتيجية الحلف ودوره المستقبلي. يعني عدل أهو يا أولاد من استراتيجيته. طبعًا، لأن أنا عايز أقول لك على حاجة، إن إحنا عندنا هنا يا أولاد كتلتين متنازعتين ومتنافستين، كتلة الشرقية تزعمها الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية بهيكله العسكري أو حلف وارسو، والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ومعها هيكلها العسكري حلفها حلف الناتو. طيب هنا في تنافس، طب القوة دي ما بقتش موجودة، ده هينافس مين؟ ما هو لازم يعدل من استراتيجياته، وإلا لو ما عدلش من استراتيجياته الحلف هيبقى هيسقط، هيبقى ملوش دور، هيهمش في العالم، وبالتالي انا ما فيش قدامي قوة التوازن، سقط. يبقى لازم اعدل من استراتيجياتي. الله ينور عليكم، يكون لي بعض الخدمات العامة على كوكب الارض على العالم. بص هو عمل ايه؟ اولا كجانب استراتيجي لنفسه وسع الحلف شرقا، ضم اليه الدول التي خرجت من حلف وارسو، ربط مستقبل الامن الاوروبي بالدور الذي يقوم به الحلف في الازمات الكبرى داخل اوروبا وعلى اطرافها، اصبح ليه دور مهم جدا في داخل اوروبا وعلى اطراف اوروبا وفي ازمات اوروبا، ايجاد دور ليه في الازمات الاوروبيه وفي الشرق الاوسط، فعلا كان ليه تدخلات في مقدونيا والبوسنه والهرسك وتدخلات في الشرق الاوسط، وعلى أثر ذلك انضمت عدد من الدول المنفصلة من وارسو إلى شمال الأطلسي، حتى بلغ أعضاء الحلف 28 دولة بنهاية 2015. يبقى لما وسع نفسه وعدل من استراتيجياته انضمت ليه بعض دول أوروبا التي تفككت من حلف وارسو. طيب الذي تم حله سنة 91 كده زاد دول عدد الناتو في 2015، عشان لما يقول صح وغلط. تمام، كان عدد دول حلف الناتو ثابتا او نقص عدد دول حلف الناتو بعد 2015؟ لا العكس، زاد. تعالوا نشوف السؤال بتاعنا بيقول ايه، بيناقش نفس الفكره برضه. تعالوا نشوف بيقول ايه، تضاعف عدد دول حلف الناتو عام 2015، تضاعف عدد دول حلف الناتو عام 2015 نتيجة ضعف هيئة الأمم المتحدة. لا ملوش صلة. انتهاء الصراع الأيديولوجي العالمي، يعني ايه انا بميل الى الرأي ده، تضاءل دور حلف وارسو. خلي بالك تضاءل دور حلف وارسو ده قوي جدا، مشتت قوي. ليه؟ لانه بيدفعك انك تختاره. لا احنا بنقول تضاءل، لكن هنا لما تضاعف عدد الدول حين انهيار حلف وارسو، مش تضاءل دوره، حين انهيار سقوط الحلف، يبقى كلمة تضاءل هنا ما تنفعش اختارها. تضاءل دور حركة عدم الانحياز، يبقى هنا بنقول تضاعف دول حلف الناتو 2015 لانتهاء الصراع الايديولوجي العالمي، الصراع اللي انا شرحته لك، الصراع الفكري بين الاشتراكية والرأسمالية، بسقوط الاشتراكية وانتصار الرأسمالية، بسقوط الاشتراكية، بسقوط زعيمها الاتحاد السوفيتي سابقا، وحل الهيكل العسكري الذي كونه وهو حلف وارسو في عام 91. طيب احنا كده ايه خدنا احداث حلف الناتو. تعالوا برضو نكمل في العبارات بتاعتنا، بنقول الأثر الدولي
والإقليمي للحلف. الأثر الدولي والإقليمي لحلف الناتو أو سياسة الأحلاف كمان عموما، يعني زيادة حدة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، يعني إيه نشأة حلفي وارسو والناتو، ده أثر دولي وإقليمي للأحلاف. ما أوجده سياسة الأحلاف أو وجود حلفين متصارعين في العالم، انهماك الحلفين في سياسة سباق التسلح مما أدى إلى إرهاق اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصفة خاصة. أنا هقف عند الجزئية دي. انهمك الحلفين في سباق تسلح مما أدى إلى إرهاق ميزانية زعماء الحلفين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. يبقى أنا هنا بقى لما أجي أتكلم وأقول كان لتشكيل حلف الناتو تأثيرا سلبيا، سؤال أهو، كان لتشكيل حلف الناتو تأثيرا سلبيا على الولايات المتحدة تمثل في، خلي بالك، إضعاف المنظمة الدولية، ده بيقصد الأمم المتحدة، هو من الآثار بس احنا هنقول دلوقتي، زيادة حدة الحرب الباردة، يعني هو فعلا زادت حدة ايه الحرب الباردة، بس دول مش آثار على الولايات المتحدة. طيب المبالغة في الانفاق العسكري، ده الكلام ده قلناه فعلا، هناك زيادة في الانفاق العسكري ادت الى ارهاق ميزانية الولايات المتحدة. غيابها عن المشكلات الدولية، لا ده بعيد خالص. يبقى هنا الاجابة ايه يا اولاد؟ المبالغة في الانفاق العسكري، المبالغة في الانفاق العسكري، لان احنا قلنا ايه، تشكيل حلف الناتو كان ليه تأثير سلبي على زيادة النفقات العسكرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. يقوم طالب يقول لي ايه بقى، طب ما انا ممكن الغي الولايات المتحدة واكتب الاتحاد السوفيتي سابقا. انت كلامك صح، نفس الإجابة، لأن إحنا قلنا إيه؟ إن هم أدوا إلى إرهاق ميزانية الدولتين، يبقى أنت كلامك صح، تمام كده؟ طيب في واحد تاني يقول لي طب أنا لو زودت على السؤال حلف الناتو ووارسو، وزودت عليه هنا كلمة وارسو، وقلت على العلاقات الدولية، طب تعالوا نشوف كده الناتو ووارسو على ايه بقى؟ العلاقات الدولية، وهنسيب نفس الاختيارات دي. انتوا عارفين احنا ممكن نختار ايه؟ ممكن نختار اضعاف المنظمة الدولية، ان الامم المتحدة نتيجة تصارع الحلفين ادى ذلك الى اضعاف المنظمة الدولية عالميا. نرجع تاني للشاشة بتاعتنا ونقول الأثر الإقليمي الدولي والإقليمي للحلف، زيادة حدة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، انهماك الحلفين في سباق التسلح مما أدى إلى إرهاق ميزانية الدولتين، إضعاف الأمم المتحدة للتنافس بين القوى الكبرى وعدم تحقيقها الأمن والسلم الدوليين. وإحنا خدنا السؤال لما غيرناه، شفت فكرة السؤال عاملة إزاي؟ أنا مش بديلك سؤال عشان تحفظه، أنا بنقلك فكرة وانت تاخد الفكرة دي وتحاول تحركها بقى، تعكسها، تجيب الفكرة دي فكرة مضادة ليها، يعني ايه تقدر تشغل نفسك بالفهم زي ما قلنا. طيب بعد كده بيقول لي ابرز مجهودات حلف شمال الاطلسي في حفظ السلام العالمي. هنا اتساءل، هل الاحلاف العسكرية يتوقف دورها على مجرد الاعمال والوظائف العسكرية فقط؟ لا. ليه بقى؟ ليه لا؟ لان انا عندي مجهودات لحلف شمال الاطلسي اهي تعدت المسائل الحربيه، حفظ السلام، وهناك ايضا ادوار اجتماعيه قام بها الحلف. تعال نشوف التدخل في البوسنه والهرسك سنه 95 ونشر قوات حفظ السلام، إرسال قوات الحلف لمقدونيا لمهمة حفظ السلام في بداية الألفية الثالثة 2001، يعني في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي شغال الحلف هو، كلها أعمال سلمية، إرسال قوات حفظ السلام لكل من البوسنة والهرسك ومقدونيا، تدخل قوات الحلف للتخفيف من آثار الزلزال اللي ضرب باكستان 2006،
انا هنا بتكلم عن ايه؟ دور اجتماعي. زلزال قام في دولة في قارة آسيا، دور اجتماعي، قام بيه الحلف، أرسل معداته وآلياته للإنقاذ والمعاونة. إغاثة المتضررين من إعصار كاترينا الذي اجتاح الولايات المتحدة في 2006. يبقى في 2006 شهد الحلف دور مزدوج. يعني إيه؟ دور اجتماعي مزدوج، آسيوي وأمريكي. أمريكي شمالي، يعني بتكلم على القارة، مش قصدي الولايات المتحدة نفسها، في الولايات المتحدة. لكن ايه؟ كان ليه دور في القارتين اهو، ادوار اجتماعيه في 2006. يعني في العقد الاول من الالفيه الثالثه كان عندنا هنا ادوار اجتماعيه لحلف شمال الاطلسي، يبقى انا ما اقدرش اقول عليه ان اعماله كلها عسكريه، بقى ليه توجهات اهو واعمال اجتماعيه. طيب في ضوء الكلام الجميل ده اللي احنا شفناه، تعال نشوف الفكره بتنقلنا لسؤال بيقول ايه؟ تعال نشوف السؤال بيقول: من أهم الأدوار الإيجابية لحلف الناتو في القارة الآسيوية التدخل العسكري في البوسنة والهرسك. خلي بالك، هو الدخل عسكريا في البوسنة والهرسك، حفظ الأمن في مقدونيا. تمام، هو حافظ الأمن في مقدونيا، دي كلها حاجات إيجابية. تمام كده، إغاثة المتضررين من إعصار كاترينا، ما هو برضو ده حاجة إيجابية. بس خلي بالك، بوسنة وهرسك ومقدونيا يعني أوروبا، والكلمة قايلة إيه؟ لما تلاقي كل اختياراتك صح، ارجع للسؤال. هقول لك قاعدة، لما تلاقي الاختيارات اللي قدامك كلها صح، ارجع للسؤال. دي قاعدة خليها في دماغك، ارجع للسؤال، هتلاقي السؤال بيديلك كلمة، الكلمة دي هي اللي هتحصر الإجابة الصحيحة. يبقى أنا عندي هنا الكلمة بتاعتي إيه؟ قال لي إيه؟ الآسيوية. يبقى أنا لازم أدور على حاجة في قارة آسيا، باكستان على طول يا جماعة أهو. يبقى هنا قال لي إيه؟ الإغاثة في باكستان، يبقى ده خلاص هو حدد لي، مع أن كل الإجابات دي صح، لكن هل منهم ما يتناسب مع انه في القارة الآسيوية؟ لا، يبقى هنا الإجابة السليمة بقى بتاعتنا القيام بعملية الإغاثة في باكستان. يبقى احنا كده عرفنا يا أولاد الفكرة بتاعت مجهودات حلف شمال الأطلسي ماشية ازاي. والموضوع هنا بياخدنا برضو لسؤال تاني على الجزئية دي اللي هي مجهودات حلف شمال الأطلسي في حفظ السلام في العالم، عشان الناس ما تقولش ان ادوار الحلف هنا تقتصر على الدور العسكري فقط. تعال نشوف السؤال بتاعنا بيقول ايه. تنميه التعاون الاجتماعي بين الدول الاعضاء من اهداف الاحلاف العسكريه. جميل، في ضوء العباره يمكن تطبيق هذا الهدف على احد اعضاء حلف الناتو. انا بايد ده، انا اقول احد اعضاء حلف الناتو. طيب، التدخل في البوسنة والهرسك ونشر قوات حفظ السلام فيهما، ارسال قوات الحلف المقدونية لمهمة حفظ السلام، تدخل قوات الحلف للتخفيف من آثار الزلزال في باكستان، إغاثة المتضررين من أعصار كاترينا في الولايات المتحدة. يبقى أنا لما أقول أحد أعضاء حلف الناتو، يبقى إيه؟ أنا هقول هنا الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك أو في هذا الوقت. تمام كده يا أولاد؟ يبقى أنا هنا إيه؟ دي أحد الأدوار الاجتماعية، تنمية التعاون الاجتماعي اللي قام بيه الحلف العسكري، يبقى ليه أدوار اجتماعية هو يا أولاد. تعاون اجتماعي لحلف عسكري أثر على أحد أعضاء حلف الناتو ذي إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية. نكمل مع بعضينا تاني. إحنا هنا يا أولاد بنقول بقى الحلف التاني هو حلف ورصة، قدامنا اهو حلف ورصة. نشأة هذا الحلف تأسس سنة 1955 لمواجهة تهديدات أعضاء حلف شمال الأطلسي، وكان من أبرز أسباب انضمام أو من أبرز أسباب قيام هذا الحلف انضمام ألمانيا الغربية لحلف شمال الأطلسي. وهنا زي ما أنا قلت لك أنه تسببت ألمانيا في نشأة حلفين، حصار الاتحاد السوفيتي في 48 لبرلين الغربية يعني ألمانيا، أدى إلى نشأة حلف الناتو أو شمال الأطلسي. انضمام ألمانيا الغربية لحلف الأطلسي أدى لنشأة حلف وارسو. تمام كده؟ ألمانيا شغالة معانا جامد يا أولاد في المنهج السنة دي.
طيب الدول المؤسسة له: ألبانيا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا سابقا طبعا، عشان دلوقتي دي بقت دولة التشيك ودولة سلوفاكيا، المجر، ألمانيا الديمقراطية الشرقية، رومانيا، بلغاريا، والاتحاد السوفيتي. دول الدول اللي وقعت عند النشأة، يعني حوالي 9 دول، بينما كان الموقع في حلف شمال الأطلسي 12، كانت أو كان حلف شمال الأطلسي هو الأكثر عند التوقيع من حيث عدد الدول. دي حاجة كده جت كده، يعني عبارة جت كده. طيب، وهذا كان يسمى ميثاق الصداقة والتعاون المتبادل، معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. طيب تعال نشوف الفكرة بتاعتنا اللي احنا قلناها من شوية، فكرة انضمام ألمانيا الغربية لحلف سنة 55 لحلف شمال الأطلسي أو الناتو أثرت إزاي؟ بص السؤال بتاعنا بيقول إيه؟ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، بيقصد بإيه معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة؟ بيقصد بيها يا أولاد المعنى لحلف وارسو، كان اسمه إيه عند التوقيع؟ ارتبط بشكل مباشر بوصول جورباتشوف للحكم. لا، ده جورباتشوف ده في منتصف الثمانينات، وانا بكلمك عن سنة 1955. تأسيس حلف الناتو 49، لا يعني السبب ضعيف. انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45، ملوش علاقة، ده بعديه بعشر سنين. انضمام ألمانيا الغربية لسياسة التسلح الجماعي، عارفين يعني ايه انضمام ألمانيا الغربية لسياسة التسلح الجماعي؟ قصده يقول لي انضمامها لحلف الناتو. مش احنا قلنا الكلام ده؟ مش قلنا دلوقتي ان هي من اسباب انشاء حلف وارسو انضمام ألمانيا الغربية وتشكيلها خطر بقى، او جابت لهم حلف الناتو على حدودهم في اوروبا الشرقية، فاضطروا يكونوا حلف يسمى حلف وارسو. طيب تعال نشوف برضو على الشاشة عندنا ميثاق الحلف اللي هي معاهدة الصداقة والتعاون، عقد فين؟ في مدينة وارسو، وعشان كده سمي الاسم دي عاصمة بولندا، نسب إليها اسم الحلف. كان هناك عدة ملحوظات لم توقع الصين على معاهدة الحلف، لكنها تعهدت بدعم الحلف. يعني أنا ممكن يجيب لي في الخريطة يقول لي دولة لم توقع على حلف وارسو ولكن أيدته، يعني ما انضمتش ليه رسميا لكن ما أيد أفكاره ومأيد الحلف، دي الصين. كما أن أحد الدول المؤسسة اللي هي ألبانيا انسحبت من الحلف سنة 1968. ألبانيا أحد دول أوروبا، دول جنوب أوروبا، وطبعا انت درست تاريخ، محمد علي جندي الباني من دولة البانيا، موجودة لحد النهاردة، عاصمتها تيرانا. هناك فرق بين البانيا والمانيا. طيب يبقى البانيا انضمت انسحبت من الحلف سنة 68 ردا على اجتياح الاتحاد السوفيتي لدولة تشيكوسلوفاكيا سابقا لقمع الثورة التي قامت بها، الثورة الشعبية. طيب الفكرة دي نقدر نقول عليها ايه في السؤال بتاعنا؟ فكرة تانية، احنا خدنا سؤال على الفكرة الاولى، الفكرة التانية بنقول ايه بقى؟ تعالوا نشوف يا اولاد احنا جايبين سؤال بيقول ايه. انسحبت البانيا من حلف وارسو نتيجة مخالفة الاتحاد السوفيتي اهداف الحلف، ظهور دول حلف الناتو في الازمات الاوروبية، عدم توقيع الصين ميثاق الحلف، انضمام المانيا لحلف الناتو. طبعا السبب دال مش موجود، ملوش يعني ايه علاقة. عدم توقيع الصين ميثاق الحلف ملهاش علاقة بانسحاب ألبانيا، ولكنهما في نفس العبارة جنب بعض في كتاب المدرسة، لكن ملهاش علاقة. ظهور دول او دور حلف الناتو في الازمات الاوروبية برضو يعني ايه سبب ضعيف. لكن معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة تخلي الاتحاد السوفيتي
يدخل عنوة يعني ايه حربا دولة تشيكوسلوفاكيا لقمع ثورة، يبقى هذا الهدف خالف به الاتحاد السوفيتي اهداف الحلف وبالتالي انسحبت ألبانيا، يبقى لمخالفة الاتحاد السوفيتي لاهداف الحلف. نرجع تاني للشاشة بتاعتنا، لازلنا نتحدث عن حلف وارسو، بنتكلم هنا عن احداث الحلف. قلنا الصين لم توقع وايدت، ألبانيا انسحبت لمخالفة الاتحاد السوفيتي أهداف الحلف، ثم نص ميثاق الحلف على أن يكون مفتوحا لانضمام الدول المحبة للسلام كافة بغض النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية. خلي بالك أن تكون الدولة محبة لإيه؟ للسلام، هذا أولا. ما هو عليها حق ألبانيا بقى تنسحب، دول محبة للسلام وخش أقمع ثورة يبقى ليها حق تنسحب، وتشترط إجماع الدول الأعضاء. خلي بالك وضع حلف وارسو شروطا عامة للانضمام إليه. حلف وارسو وضع شروط يا جماعة، أول حاجة أن تكون الدولة محبة للسلام، اتنين إجماع الدول الأعضاء، تمام كده؟ طيب أبنائنا الأعزاء، هنخرج في فاصل قصير إن شاء الله ونواصل معاكم مدرسة على الهواء والجغرافيا السياسية. طبعا نعود مرة أخرى لبرنامج مدرسة على الهواء والجغرافيا السياسية. طبعا احنا قلنا هنا نص ميثاق الحلف أن يكون الدول محبة للسلام وإجماع الدول الأعضاء. طبعا هل وضع الاتحاد أو هل وضع حلف وارسو شروطا لدخول أعضاء جدد إليه؟ طبعا الشروط بتاعته أن تكون الدولة محبة للسلام و إجماع الدول الأعضاء، وبهذا امتلكت دول الاتحاد الدول حلف وارسو امتلكت شرط قبول أو رفض الدول الأعضاء. أبنائنا الأعزاء إن شاء الله حلقتنا انتهت، ولكن هنواصل معاكم جغرافيا سياسية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كل سنة طيبين بمناسبة قدوم الشهر الكريم شهر رمضان، أعاد الله عليكم باليمن والبركات والسعادة والنجاح، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.